كل ده لازم اروح بسرعه الى الزميل العزيز فاروق صلاح، موجود حاليا في ملعب مختار التتش بالجزيره قبل استئناف الفريق للتدريبات استعدادا لخوض مواجهه حرس الحدود بكره. فاروق، مساء الفل، ازيك؟ برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. وخليني أقول لك برضو يا محمد، مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. طبعا عودة درع الدوري، الدرع رقم 43 إلى أحضان الجزيرة، ويعني إحنا كلنا سعداء إن إحنا شهداء على الموسم الاستثنائي، واحد من اعظم المواسم التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي منذ انشاء النادي الاهلي عام 1907. اعتقد كلنا سعداء ان احنا موجودين وعايشين هذه اللحظات السعيده مع كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اكيد. طيب، عايز اطمن منك، وانت دايما متعود معانا والجماهير كلها متعوده منك كل الاخبار، الكواليس، المعلومات والسبق الصحفي دايما من خلالك، من خلال متابعتك لتدريبات الاهلي. فالجديد من خلال متابعتك للتدريبات، عندك معلومه على ماتش الداخليه في الكاس بكره، كولر هيلعب ازاي، مباراه الحرس، في لعيبه غايبه، في تصعيد لعدد من قطاع الناشئين، يعني المايك معاك، كل التفاصيل بقى من خلالك. يعني خليني في البدايه محمد اتكلم طبعا على مباراه حرس الحدود، المباراه مؤجله من الاسبوع الثالث والثلاثين لبطوله الدوري المصري الممتاز اللي حسمها خلاص النادي الاهلي. انت عارف ان النادي الاهلي بعد مباراه المقاولون العرب استأنف تدريباته خلاص، انت عارف يعني كل 48 ساعه بتلعب مباراه، كان بالامس استأنف تدريباته استعدادا لهذه المواجهه. امبارح بالامس طبعا انضم لتدريبات الفريق النادي الاهلي لاول مره مروان عطيه لاعب فريق النادي الاهلي بعد طبعا عودته من يعني ظروف وفاه والده، يعني بندعي له كلنا ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته. ايضا خليني برضو اقول لك محمد، طبعا محمد الشناوي ما شاركش في المران نظرا طبعا لاصابه الكابتن محمد الشناوي في المباراه الاخيره امام المقاولون العرب. طبعا كان من المقرر ان الدكتور احمد ابو عبله يجري مجموعه من الفحوصات الطبيه امس واليوم لمحمد الشناوي، حتى الان يعني لم تصدر نتيجه هذه الفحوصات، لكن خليني اكد لك بصوره شبه مؤكده عدم يعني جهاز او لاحقيه لحاق محمد الشناوي بمباراه الغد امام فريق حرس الحدود. النادي الاهلي عنده مجموعه من الحراس المميزين علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، فالامر ده بالنسبه للنادي الاهلي مش هيبقى فيه اي مشكله. عايز اكلمك على الامور الخاصه ايضا يا محمد بهذه الاحتفاليه، مستر مارسيل كولر عامل طبعا روتيشن وبيدي فرصه للاعبين الصاعدين او اللعيبه اللي ما بتشاركش بصفه مستمره، تقدر تقول من اللعيبه الصاعدين من قطاع الناشئين اللي هيكون موجود في المباراه وفقط اللاعب محمد زعلوك. لكن خليني اقول لك على نقطه مهمه جدا، ان يعني الجهاز الفني او الكابتن سيد قبل كل اللاعبين اللعيبه كل لاعب الكامل هتكون موجوده غدا في الاحتفاليه، احتفاليه تسليم درع الدوري، كافه اللاعبين سواء اللي هيشارك في المباراه او اللي مش هيشارك في المباراه، الجميع هيكون موجود غدا بمشيئه الله في هذه الاحتفاليه اللي الجميع بينتظر التفاف جمهور النادي الاهلي اللي يملا جنبات ان شاء الله استاد القاهره الدولي للاحتفاء والاحتفال بفريق النادي الاهلي المتوج على عرش الكره المصريه وعرش الكره الافريقيه. طبعا من ضمن محمد الامور برضو اللي انا عايز اكلمك عليها وهي نقطه مهمه جدا، تعرف خلاص النادي الاهلي حسم درع الدوري، فاز على الزمالك، امور كتير جدا حققها مستر مارسيل كولر وحققها اللاعبين في هذا الموسم الاستثنائي. لكن خلينا اتكلم في نقطه مهمه جدا يا محمد، وهي نقطه اجاده مستر مارسيل كولر للدوافع النفسيه للاعبين وازاي بيخلق دوافع نفسيه للاعبين. يعني في مباراه الاخيره امام المقاولون العرب يا محمد في المحاضره الفنيه اتكلم في نقطتين مهمين جدا، وخليني يا محمد انا كنت عارف من خلالك من خلال قناه النادي الاهلي بنتكلم في كل الامور بكل الارتياحيه وبكل المصداقيه امام جماهير النادي الاهلي. مستر مارسيل كولر قال للاعبين انتوا حققتوا موسم تاريخي وعملتوا موسم وانجازات كبيره جدا، ليه ما اطمعش ان انا احقق كل حاجه في هذا الموسم؟ ليه ما يكونش عندي الهدف ان انا افوز في الاربع لقاءات؟ طبعا كان لقاء المقاولون العرب، حرس الحدود المصري، بيراميدز، ليه ما تبقاش انتوا الجيل التاريخي في تاريخ النادي الاهلي اللي يحقق 90 نقطه ويبقى رقم قياسي يسجل ليكم في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ الكره المصريه؟ اتكلم على انه يخلق دوافع جديده للاعبين، يكون عنده حوافز للاعبين. الناحيه النفسيه بيوجدها مستر مارسيل كولر مع اللاعبين، اشاد طبعا باداء اللاعبين في المباراه الاخيره وقدر ان هو يخلق دوافع جديده، اشاد باللعيبه اللي هو يعني قال لهم كلمه مهمه جدا، انا في لعيبه بلعب بيها في اكثر من مركز، في لعيبه بتلعب في غير مركزها، بس لعيب النادي الاهلي يقدر يلعب من اكثر من مركز، ودي بتديني مرونه في ان انا انفذ او اطبق التكتيك بتاعي، وبتدي قيمه اكثر للاعب.
الامور اللي احنا لمسنا من اللاعبين، لمسنا من الجهاز الفني، امور مهمه جدا يا محمد، انعكاس للحاله العامه اللي بيعيشها النادي الاهلي داخل جدران النادي الاهلي وبين الجماهير، ثقه كبيره جدا عند اللاعبين في مستر مارسيل كولر. مهم جدا يا محمد يبقى عندك اللاعب اللي عنده القناعه الفنيه بيه المدير الفني ده اللي انا لمسه في حديثي مع اللاعبين، ودي نقطه مهمه جدا احنا لمسنا يا محمد. طيب هل بكره ممكن يكون في ارتداء، يعني اللي هو التيشيرت اللي بيتكتب عليه الشامبيونز اللي انت البطل، ممكن يكون في يعني شكل جديد بكره في الاحتفاليه؟ انا عارف، بص يا فاروق، جماهير النادي الاهلي نفسها تحتفل ببطوله الدوري، يمكن لما بتكسب الكاس او دوري ابطال افريقيا بيبقى في احتفالات وكل حاجه، لكن سبحان الله الاهلي فاز بالدوري 43 مره، الناس مش قادره تتذكر مثلا يوم كان في احتفاليه ليها شكل معين. هل بكره ممكن نشوف حاجه مميزه في احتفاليه الدرع ال 43؟ بص يا محمد، يعني انت في البدايه انت بتحرق بعض المفاجآت اللي ان شاء الله عايز اقول لك انها تبقى لاول مره احتفال شكل مختلف تماما في هذه الاحتفاليه. مفاجآت كتيره جدا الجماهير هتنتظرها ان شاء الله في هذه المفاجاه. طبعا تيشيرت البطل او الدرع رقم 43، وخليني برضو اكد على نقطه مهمه، دي اخر نسخه لدرع الدوري، الاحتفال بيها هيكون بشكل مختلف تماما. النادي الاهلي كان اول بطل لهذه الدرع وهو اخر بطل لهذه الدرع. عايز اقول لك في مفاجآت كتير جدا بتحضر للاعبين للجماهير في هذه الاحتفاليه. زي ما قلت لك الجهاز الفني ابلغ للاعبين، اللعيبه كلها تكون موجوده في الاحتفال، سواء اللي هيكون موجود في القائمه او اللي خارج القائمه. هي يوم في حب النادي الاهلي، يوم في الاحتفال. بس خليني اقول لك على نقطه مهمه، مستر مارسيل كولر مش عايز الاجواء الاحتفاليه تاخد اللعيبه من الثلاث نقاط، ودي نقطه مهمه جدا بيشدد عليها مستر مارسيل كولر مع اللاعبين. طبعا كلامه مهم جدا، عايزين نعمل موسم تاريخي. الراجل يا محمد او المستر مارسيل كولر ما بتهموش الارقام قد ما قال للاعبين الكوره، طالما الكوره بتدي لك كل حاجه ما تاخدش منها حته واحده، لا خد منها كل حاجه، لان الامور في الكوره بتحمل متغيرات كتير جدا. مهم جدا أكيد. يوم ما تكون الظروف معاك والكوره يعني مساعدك لازم تاخد كل الفرص المتاحه. فاعتقد يا محمد في مفاجات مهمه جدا لجماهير النادي الاهلي، يوم مهم جدا هيكون في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ درع الدوري رقم 43 باذن الله. باذن الله. الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي من ملعب التتش بالجزيره قبل استئناف الفريق للتدريبات والدخول في معسكر مغلق، شكرا جزيلا.